صغيرة من زوايا العاصمة المنامة، يقع محل آلو بشير أحد أعرق المطاعم الشعبية البحرينية. ويتوافد الزوار إلى هذا المطعم الذي يتميز رغم صغر مساحته بمذاق خاص متميز لا تكاد تتذوقه عند غيره. وما أن تدخل هذا المطعم حتى تجد العديد من الزبائن يتناولون النخي والسمبوسة والآلو واقفين على أرجلهم في ممره الضيق، ولن تحتاج إلى كثير من الوقت لتتعرف على أطباق المطعم الذي يبلغ عمره أكثر من 6 عقود كانت جديرة بأن يحفظها البحرينيون عن ظهر قلب.